في هذا الفيديو راح ندرس حالة أخرى عن تطبيق قانون غاوس، هي المجال الناتج من صفيحتين، صفيحتين كل صفيحة تحمل كثافة شحنة متشابهة أو مختلفة. هذه الحالة راح يكون عندي الصفيحتين، الصفيحة الأولى فيها كثافة شحنة سيجما 1 موجبة، والصفيحة الثانية كثافة شحنة سيجما 2 سالبة. وأيضا راح ندرس شدة المجال خارج الصفيحتين بالجهة اليسرى وبين الصفيحتين وخارج الصفيحتين بالجهة اليمنى. ونستذكر أيضا عندنا القانون للمجال الكهربائي الناتج من صفيحتين هو سيجما أوفر 2 أبسلون نوت. نأخذ الحالة الأولى اللي هي outside left، فرضا هذه النقطة، وقلنا مهما تغيرت موقع النقطة أو مسافتها عن الصفيحة هو نفس المجال E equals sigma 2 epsilon naught. هذا المجال سيجما 1 راح يعطينا مجال بهذا الاتجاه مقداره E equal E1 سيجما 1 على 2 epsilon naught. الشيت الآخر أو الصفيحة الأخرى راح أيضا يعطينا مجال بس بهذا الاتجاه، هذا الاتجاه السالب، عفوا نرجع على هاي المعادلة 1 E1، هذا باتجاه السالب، هذا هو اتجاه ماينس I وهذا اتجاه بلس I، اتجاه الموجب لX وهذا الاتجاه السالب لX إذا كان هو هذا الX أكسس. الصفيحة السالبة راح تولد لنا مجال، وهم أعيد أكرر هاي النقطة، الشحنة الموجبة تكون هي سورس للفيلد لاين، تكون سورس يعني المتجه الخط المجال يكون out of the source، ومتجه خط المجال يكون sink أو to the negative charge، فراح يكون هذا باتجاه السالب. فراح يكون عندي الفيلد 2 الناتج من الثاني هو باتجاه الموجب على 2 epsilon naught. مجموع المجالين E equal E2 E1 plus E2 راح يساوي ماينس سيجما 1 على 2 epsilon naught زائد سيجما 2 على 2 epsilon naught. E هذا يؤدي إلى أنه E يساوي 1 على 2 epsilon naught سيجما 2 ماينس سيجما 1. زين، في حالة سيجما 1 تساوي سيجما 2 ايش يعطيني؟ اي تساوي سيجما 1 تساوي سيجما 2 اي تساوي صفر. ماذا تعني هذه النتيجة؟ في هذه الجهة إذا كانت
عندي صفيحتين متباينات الشحنة ومتباينات الكمية، راح نحصل على المجال من هذه العلاقة. إذا كانت الشحنتين أو كثافة الشحنتين متساوية، فتأثير هاي الشحنة الموجبة راح يلغي تأثير الشحنة صفيحة الشحنة الموجبة أو الشحنات الموجبة بالصفيحة، راح يلغي الشحنات السالبة أو مجال الناتج من الشحنات السالبة بالصفيحة الثانية، وبالتالي النتيجة تكون صفر، يعني خارج الصفيحتين من جهة اليسار المجال يساوي صفر إذا كانت كثافة الشحنتين للصفيحتين متساوية. المنطقة الأخرى فرضا هذه النقطة، المجال الناتج من هذه راح يكون بهذا الاتجاه، وهذا راح يساوي equal sigma over 2 epsilon naught، والمجال الناتج من هذه الجهة راح يكون أيضا بهذا الاتجاه، يعني سالب sinc، فراح يكون طبعا لنفس النقطة المفروض ينطبق الخطين، ما انطبق بالرسم بس هو بالواقع ينطبق، فراح يكون هذه E1 سيجما 1، هذه E2 من هذا E2 ناتج من سيجما 2 على 2 أبسلون نوت. مجموع الشحنتين E equal E1 plus E2 وتساوي سيجما 1 على 2 epsilon naught زاد سيجما 2 على 2 أبسلون نوت وتساوي 1 على 2 أبسلون نوت سيجما 1 بلس سيجما 2. هذه هي العلاقة ضمن صفيحتين مختلفتا الإشارة. إذا كانت سيجما 1 تساوي سيجما 2، E راح تساوي، هذا يؤدي إلى أنه E راح تساوي سيجما على أبسلون نوت. وهاي نتيجة كلش مهمة، هذا راح يأسس لنا فكرة جديدة اللي هي الكابيسيتور. بمعنى انه بين صفيحتين مشحونتين بشحنات مختلفة وذات كثافة شحنة متشابهة، راح نحصل مجال مقداره سيجما على ابسلون نوت بين الصفيحتين، وهذا هو مفهوم تأسيس المتسعات. الحالة الثالثة outside right، outside right ناخذ نقطة مثلا بهذه النقطة، المجال الناشئ من الصفيحة الأولى سيجما 1 راح يكون بهذا الاتجاه، والمجال الناتج
من الصفيحة سيجما 2 أيضا راح يكون بهذا الاتجاه. لا راح يكون بهذا الاتجاه. السيجما 2 راح يكون القلم الآخر الناتج من هذا الاتجاه راح يكون بهذا الاتجاه. ليش؟ لأن السالب هي مثل ما قلنا سينج، المتجه المجال متجه خط المجال يكون باتجاه الشحنة السالبة. فإي 2 راح نبدي بإي 2 راح تساوي وإي 2 باتجاه السالب ناقص سيجما 2 over 2 epsilon naught. و E1 بهذا الاتجاه راح يصير بلس سيجما 1 على 2 epsilon naught، والمجموع A equal A1 plus A2 وتساوي sigma 1 على 2 epsilon naught plus sigma 1 sigma 2 على 2 epsilon naught. وهذا يعطينا ان 1 على 2 epsilon naught العفو عندنا وحدة منهم إشارة سالبة اللي هي 2، فهذه السالب سيجما 1 ماينس سيجما 2. في حالة انه سيجما 1 تساوي سيجما 2 هذا يعطينا يؤدي الى انه E تساوي 0. نرجع نأكد على مفهوم المتسعة، اتحقق بالكامل انه انا اذا عندي صفيحتين مشحونة الواحدة منهم موجب والأخرى سالب وكلاهما نفس الشحنات يعني سيجما 1 تساوي سيجما 2 بالحالة الأولى الإي تساوي 0 بالخارج منها الجهة اليسرى وضمنها إي بين الصفيحتين إي راح يكون لها قيمة بين الصفيحتين وبالجهة اليمنى إي ترجع تصير مرة أخرى 0. فالمجال الكهربائي راح يكون فقط بين اللوحين وهذا هو بالضبط مفهوم المتسعة. إذا تباينت كثافة الشحنة على السطحين يعني كانت سيجما 1 أكبر من سيجما 2 أو سيجما 2 أكبر من سيجما 1 راح يكون عندي مجال بالداخل وبالخارج بكل الجهتين ويحسب من هذه العلاقة عن جهة اليسار ومن هذه العلاقة على بين اللوحين ومن هذه العلاقة بالجهة اليمين. وشكرا.